Tu as des frères et des sœurs? Bonjour, je m'appelle Mathis. J'ai deux sœurs et deux frères. Salut, moi, je n'ai pas de frères et je n'ai pas de sœurs. Je m'appelle Minami et je suis une fille. Moi, je suis Hugo. Je n'ai pas de sœur, j'ai deux frères. Bonjour, je suis une fille et je m'appelle Aïcha. J'ai trois sœurs. Je n'ai pas de frères. Bonjour, moi, c'est Pedro. Je suis un garçon. J'ai une sœur et un frère. أعزائي تعالوا نشوف ماذا تعلمنا في هذا الدرس من الدقيقة وربع اللي فاتوا. تعلمنا كيفية إلقاء التحية باللغة الفرنسية. في الصباح بقول بونجور. بونجور معناها صباح الخير أو مرحبا. ممكن أحيي الأشخاص المقربين مني هقول سالو. ممكن مع الأصدقاء تكون التحية كوكو. تعلمنا كيف نقدم أنفسنا باستخدام الفعل être اللي هو بمعنى يكون. فأقول je suis أنا أكون. ممكن أقدم نفسي بطريقة مختلفة هقول moi je suis وأقول اسمي أو أقول moi c'est وأقول الاسم. ممكن أستخدم فعل s'appeler بمعنى يسمى هقول جو مابيل وأقول اسمي. ولو الطرف اللي أنا بقدم له نفسي هيرد هيقول انشانتي. لاحظ اللي في آخر انشانتي لو أنا بخاطب شخص مؤنث. أعزائي بقدم نفسي دايما باستخدام فعل اتر يكون وفعل افوار يملك. فعل اتر بستخدمه عشان اقول اسمي او اعبر عن صفة او الحالة الجسمية او النفسية. بستخدم فعل افوار علشان اقول الشيء او الشخص اللي بينتمي ليا او بمتلكه. تعلمنا في هذا الدرس ان اقدم نفسي مع اخواني واخواتي. اكزامبل جي ان فرير. J'ai une sœur. J'ai deux frères. J'ai deux sœurs. اتعلمنا في هذا الدرس كيف ننفي الجمل. بستخدم الأداتين ne و pas بمعنى لا. مثال je ne suis pas. أنا لا أكون. حطينا قبل الفعل suis حطينا ن وبعد الفعل حطينا با. يبقى إذن أدتي النفي ن و با هما المسؤولتين عن نفي الجملة باللغة الفرنسية. مثال آخر je n'ai pas أنا لا أمتلك أو ليس لدي. في الجملة الأولى نفيت فعل être je ne suis pas وفي الجملة الثانية نفيت فعل avoir je n'ai pas. عزيزي دارس اللغة الفرنسية لاحظ إن في الجملة المنفية بالنسبة لأدوات النكرة أن للمذكر إن للمؤنث ودي للجمع. هذه الأدوات بتتحول إلى حرف الجر دو إمتى؟ في الجملة المنفية. مثال Je n'ai pas de petit frère. ليس لدي أخ صغير. فين أداة النكرة؟ أن حولناها إلى دو قبل الصفة بتي. ليه؟ لأن الجملة منفية. لكن ركز معايا لو عندي في الجملة فعل أتغ بمعنى يكون أداة النكرة تبقى كما هي دون تغيير. مثال الأخير Je ne suis pas un petit garçon. أنا لست ولد صغير. أداة النكرة
المفرد المذكر أن لم تتغير لوجود فعل أتغ في الجملة. أعزائي شكرا لحسن مشاهدتكم، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم. ألقاكم في فيديو آخر، وأتمنى أن تتابعوني على القناة وتدعموني باللايك والاشتراك، وأنتظر الأسئلة منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.